رجيل التهاون في الصلاة أمر مخيف يا رجيل ومزعج. يعني علموا أولادكم الصلاة. الله يقول في كتابه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يتوعد اللي عن صلاتهم ساهون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنتم مستوعبين اللي ما يصلي كافر؟ خلقت على الدنيا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله، تترك الصلاة تكفر، راح كل اللي عليك. فالله الله في الصلاة، الصلاة هي عمود الدين. أول ما يسأل العبد في يوم القيامة عن صلاتك، إذا صلحت صلاتك صلحت سائر كل شيء عندك. يقول قالوا له شخص: كيف انتظمت صلاتك؟ يعني كيف واظفت على صلاتك؟ قال: أيقنت أن لا أحد يقبل لقائي 5 مرات في اليوم وأنا حزين وأنا مكسور وأنا ضعيف أنا قوي أي شيء إلا سبحان الله ربي، تجي في كل الصلوات يقبلك، يقول تعال صل. فالله الله في صلاتكم، علموا أولادكم، والله يجزاهم وياكم خير.